مواجهة الوباء بتخصيص يوم وطني للصلاة؟ أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عقده في 7 مارس من عام 2020 عن تخصيص يوم الأحد التالي كيوم وطني للصلاة درءاً لوباء كورونا فيروس. في هذا التاريخ كان عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة لا يتجاوز 565 مصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 22 وفاة. It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear. بعد 10 أشهر بلغت الإصابات نحو 25 مليون إصابة، وقارب عدد الوفيات 450 ألف أمريكي. وفيما يمثل تعداد سكان الولايات المتحدة 4% من سكان العالم، فإن معدل الإصابات فيها قد بلغ حتى نهاية يناير من عام 2021 نحو 25% من الإصابات في العالم كله. It will go away. You know it is going away, and it will go away, and we're going to have a great victory. استفزت هذه الدعوة عددا من المعلقين، منهم القس الدكتور ويليام باربر الثاني والقس جوناثان ويلسون هارتغروف، اللذان نشر مقالا في مجلة الأمة الأمريكية في 15 مارس تحت عنوان لن توقف الصلاة كورونا فيروس. ندد فيه بتقليل ترامب وإدارته الجمهورية من تأثير الوباء في بلاده، مما أدى إلى تأخر فادح في الاستجابة له. أما الرد الذي لم يكن متوقعا على الإطلاق فقد صدر في 17 مارس من عام 2020 في مقال نشرته على نحو غير متوقع أيضا واحدة من أهم وأقدم المجلات الأسبوعية الأمريكية، وهي مجلة نيوزويك، تحت عنوان مثير: هل تستطيع قوة الصلاة وحدها أن توقف انتشار وباء كورونا فيروس؟ حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يفكر بطريقة أخرى. كاتب المقال المثير هو الدكتور كريغ كونسيداين، الأستاذ في علم الاجتماع بجامعة رايس الأمريكية، متحدث وناشط خاصة في مجال الدفاع عن الإسلام ومقاومة الجهل به في الولايات المتحدة. هذه مقاطع مما نشره الدكتور كريغ كونسيداين في مجلة نيوزويك. قال: تحدث عالم المناعة الأمريكي الدكتور أنتوني فاوتشي قائلا: إن النظافة الجيدة والحجر الصحي وممارسة العزل عن الآخرين على أمل منع انتشار الأمراض المعدية هي أكثر الأدوات فعالية لاحتواء فيروس كورونا. هل تعلمون من أوصى أيضا بالتزام النظافة الجيدة والحجر الصحي خلال فترة الوباء؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش قبل 1300 عام. وفي حين أنه لم يكن بأي حال من الأحوال خبيراً تقليدياً في المسائل المتعلقة بالأمراض الفتاكة، إلا أن محمداً صلى الله عليه وسلم كانت لديه نصيحة جيدة لمنع ومكافحة تطور وباء مثل كورونا فيروس. قال محمد صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وقال أيضاً: لا يردن ممرض على مصح، أي إذا كنت مصابا لا تختلط بشخص خال من الإصابة. كما شجع محمد صلى الله عليه وسلم البشر بقوة على الالتزام بالنظافة التي من شأنها أن تبقي الناس في مأمن من العدوى. لأتوقف هنا للحظات لإشارة عن موضوع النظافة، فبين أيدينا الآن مفاجأة علمية عن التأثير المدمر لانعدام النظافة من واقع دراسة حدث تاريخي ساحق.